مشاهدي الكرام، أجدد بكم الترحاب، والبداية ستكون من حاضرة تيت بعمران، مدينة سيدي إفني التي حظيت بنهاية أسبوع متميزة بعدما حطت الجامعة الملكية المغربية لرياضات الوثيرية رشاقة البدنية الهيب هوب والأساليب المماثلة رحالها بمدينة سيدي إفني لتنظيم فعاليات الدورة الثامنة من الرشاقة لجميع النساء. تظاهرة جرت على مدى يومي السبت والأحد، وشهدت في يومها الأول حفلا افتتاحيا بقاعة ندوات لعمالة إقليم سيدي إفني، ذلك بحضور وفد رسمي ترأسه عامل الإقليم وطاقم جامعي وازن في مقدمتهم رئيسة الجامعة سلمى بناني، وعرب التظاهرة الأخصائي في علم الحمية والتغذية دكتور نبيل العياشي. نتابع الروبورتاج التالي لأهم تفاصيل هذا اليوم بعدسة الزميلة الحنفي بيبا. بحضور وفد رسمي ترأسه عامل إقليم سيدي إفني وتحت شعار دائم من أجل رشاقة بدنية وذهنية، انطلقت يوم السبت فعاليات الدورة الثامنة من تظاهرة الرشاقة لجميع النساء التي دأبت الجامعة على تنظيمها بمدن الأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي تهدف بالأساس إلى توعية النساء بمخاطر السمنة وتداعياتها الصحية والنفسية. الدورة الثامنة لتظاهرة الرشاقة لجميع النساء تحط رحالها اليوم بمدينة سيدي إفني، وحنا فرحانين ياسر، وحتى الساكنة فرحانة بنا حتى هما. إذا بحال اللي كتعرفوا تظاهرة الرشاقة لجميع النساء هي تظاهرة خاصة بنساء الأقاليم الجنوبية، للهدف ديالها الأساسي هو محاربة السمنة عند المرأة من خلال التغذية السليمة وممارسة الرياضة. وحنا كنعرفوا بأن من المعايير ديال الجمال وديال الأنوثة عند في هذه المناطق هذه هي السمنه، وحنا جماعه ديال الجميع وكنحترموا الثقافه المحليه ديال كل مدينه من طنجه للبويره. ووعيا منها بضروره تطوير هذه التظاهره لتحقيق فعاليه اكبر لاهدافها، اختارت رئيسه الجامعه سلمى بناني الاخصائي المغربي في علم الحميه والتغذيه الدكتور نبيل العياشي كعرب لهذه التظاهره للمساهمة في تقريب المعلومات وتحقيق الفاعلية لأهدافها الأساسية المتمثلة في التوعية والتحسيس والارتقاء بالفكر والجسدي على حد سواء. فحضورنا هنا كان من أجل كيف ما قلت ندخلوا في حوار مباشر باش يمكننا نجاوبوا على التساؤلات ديال المواطنين، كيف ما شفتوا يعني من الصباح بداو تيجيو ونجاوبوا اولا على تساؤلات المواطنين، ثانيا اننا نعطيو قيمه ونشرحوا الاهميه ديال المنتوج الغذائي المحلي، وهذه النقطه اللي مهمه بالنسبه لي انا شخصيا، لان كل منطقه مغربيه حنا تنعرفوا التنوع الغذائي المغربي، فكل منطقه تتمتاز بانظمه غذائيه لتتميزها على المناطق الاخرى. فملي تنهضروا على المناطق الصحراويه المغربيه تنهضروا على الشاي المغربي، وتنهضروا على السمك مثلا بطبيعه الحال، تنهضروا على لحم الابل، تنهضروا على حليب الابل، ومنين تنهضروا على سيدي افني فتنهضروا على اكناري او الهنديه. فكان اننا نجاوبوا ونصحوا بعض المعلومات اللي بعض الاحيان تتكون خاطئه على المنتوج المحلي، وكذلك نوعيوا الناس فيما يخص نظامهم الغذائي باش نبتعدوا ما امكن من هذا المشكل ديال السمنه اللي للاسف اصبح تنتشر بشكل كبير. هذا النشاط اللي هو يعتبر نشاط مهم جدا وللجامعه بادرت به ومشكوره. بالنسبه للقطاع ديال الشباب والرياضه كمديريه اقليميه بسيدي إفني، حنا قمنا بواحد الدور تحسيسي بالنسبه للجمعيات وخصوصا الجمعيات النسويه، لانه هذا هم ديالنا كاملين. نتمنى ان هذه البادره تكرر حتى يبعد هذا الخطر ديال السمنه وديال سمتو اللي الجامعه جزاها الله خير عملت على هذه الدورات. تجاوب واسع لقيت هذه المبادره المتميزه، الأمر الذي يعكس وعياً وإدراكاً كبيرين لدى النساء الصحراويات بمخاطر السمنة وتداعياتها الصحية والنفسية وأهمية الممارسة الرياضية والسلوك الغذائي السليم من أجل جسم صحي ورشيق. هذه التظاهرة التحسيسية والتوعوية قدمت من خلالها عدة دروس مجانية شملت جلسات طبية للاستفادة من نصائح في الحمية
والتغذية، إضافة إلى دروس مجانية في رياضة الأيروبيك بمختلف أصنافها لتختتم بحصة مشي رياضية. أطرتها رئيسة الجامعة سلمى بناني بمشاركة الأخصائي في التغذية نبيل العياشي. متابعة في الموضوع دائما بعدسة الزميل الحنفي بيبا. بارتداء الملحفة البعمرانية مع الحذاء الرياضي، انطلقت النساء الفناويات من دار شباب المدينة في مسيرة مشي رياضية، بعدما قدمت رئيسة الجامعة سلمى بناني مجموعة من الشروحات والمعلومات عن أبجديات المشي الرياضي السليم مع كيفية تطبيقه بالطريقة الصحيحة للاستفادة من فوائده بأكبر قدر ممكن، وذلك مع الحفاظ على الخصوصية المحلية بارتداء الملحفة. حوالي 320 مشاركة من مختلف الأعمار خضنا هذه التجربة الرياضية المتميزة وسط أجواء من الفرحة والمتعة. جابت خلالها المشاركات بعض شوارع المدينة وكلهن عزيمة وإصرار للاستفادة من مزايا هذه المسيرة الرياضية، خصوصاً وأنها برفقة رئيسة الجامعة سلمى بناني وعراب التظاهرة الأخصائي المغربي في التغذية الدكتور نبيل العياشي. الرسالة اللي بغينا ندوزو اليوم هو أن ممارسة الرياضة أو ممارسة المشي ممكن أنه يتم، ماشي ضروري، لأن كاين ناس الله يسلوان ما عندهمش إمكانيات يمشيو للقاعات، ما عندهمش إمكانيات باش ياخذوا بدلة رياضية، فممكن أننا لا مارش أو باش الجسم يستافد راه ممكن أننا نديروها واخا بحوايجنا العاديين، بعد ما أننا ناخذوا الطاكسي ولا ناخذوا السيارة راه ممكن أننا نتمشاو على رجلينا، راه حتى هي داخلة في الخانة ديال الرياضة. والأهمية ديال الرياضة أكيد منظمة الصحة العالمية تتركز على الأهمية ديال الرياضة فيما يخص الوقاية من مجموعة من الأمراض، وهذا هو الدور ديالنا اليوم يعني كأخصائيين في التغذية باش نفسروا ونوضحوا للناس بأن التغذية الصحية السليمة المتوازنة والقيام بالحركة هما جزءان لا يتجزأان من حياتنا اليومية من أجل الوقاية والابتعاد من مجموعة من الأمراض. الحصة ديال اليوم هي كانت درس ماشي غير لي انا بوحدي، انا انسانه اولا صحيه راه مريضه وكنت جايه غير من اجل انني نحضر وما نمشيش، ولكن سبحان الله داك الحب اللي زرعت فينا الاستاذه سلمى بناني خلاتني انني نتحدى نفسي ونمشي معاهم المسيره كلها. داك مبادره زوينه وفرحانين بها ومتبعين الدكتور. شنو استفدتي من هذه المبادره؟ هو استفدت منها بزاف، عطاونا النصائح ديال داكشي اللي غادي ناكلو، داكشي اللي مزيان وداكشي اللي خايب. بالنسبه لهاد التظاهره فكانت حاجه مزيانه بزاف بالنسبه للاقاليم الصحراويه وبالنسبه للافني ايت بعمران، كانت واحد الحاجه اللي جميله جدا ان الناس ديال سيدي افني خصوصا العنصر النسوي توعوا بان الرياضه حاجه ضروريه للشخص يعني بحال الاكل والشرب. هاد المبادره عجبتنا بزاف بزاف، كنشكروا الدكتور نبيل العياشي والدكتوره اللي معاه، وكنشكروا الجميع اللي ساهم في هذه المبادره، انها مبادره مزيانه بزاف بزاف. جيت ندير رياضه، جيت نشوف الدكتور العياشي. استفدنا منه رياضه ورشاقه. جيت للشبيبه انا وماما باش نديروا الرياضه حيت الرياضه كتوقي من الامراض الخطيره، وكنشكروا نبيل العياشي هو وسلمى بناني حيت ساعدونا وفهمونا بزاف ديال الحوايج. استحسان واسع من الكبير كما الصغير بهذه المبادرة التحسيسية المتميزة للساكنة الإفنوية، والتي ستساهم بشكل كبير في خفض نسب بعض الأمراض المزمنة المرتبطة بالسمنة كارتفاع الضغط، السكري، مشاكل القلب والشرايين وغيرها من الأمراض الأخرى التي تشكل خطرا جسديا ونفسيا على صحة المرأة. ننتقل مشاهدي الكرام الآن